يا اخي بس اهدى بس اهدى، انا افهمك. شو تفهمني؟ شو تفهمني؟ قل لي صار لها شلل الفلوس عندك، ليش ما اعطيتها للرجال؟ يا اخي بس خل افهمك، بس هدى اعصابك. اخي صار عندي ظروف. شنو ظروف؟ شنو ظروف؟ وسمعتي وحشيتي قدام الناس، ايش تضرب على عرض الحائط؟ لا والله ما لي علاقه، تجيب الفلوس اليوم. اي وياك. أنا ميثم. ميثم؟ صح أقول جاي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ميثم، الله يخليك. ترى أنا عندي في الضرب يعني كلش طارئ، أرجوك اعذرني. أنت اللي اعذرني. أنا آسف جدا حسن، تجاوزت عليك هواية وما قدرت ظرفك وما حسبت انه انت ممكن يكون عندك ظرف طارئ اللي ادى لهذا الموضوع. ميثم ودعتك اخويا هاج عند القولون وهو سلام بالبيت، تعال شوف. ليش ما قلت لي عاد؟ انت جيت عصبي وما بدك المجال. هسه وين اخوك؟ نايم جوا.